أهم المشاهير ونجوم العالم اتجمعوا في نيويورك وتحديداً في حفل المات جالا 2016، وزي كل سنة الأضواء كلها كانت على السجادة الحمراء ونجمتها اللي كانوا حديث الناس بأزيائهم اللي اتقسمت ما بين الرقي والغرابة، خاصة وإنه الحدث ده هو واحد من أهم الأحداث اللي بيحضرها المشاهير عشان يدعموا جمع التبرعات لصالح متحف المتروبوليتن في نيويورك. الموضة في عصر التكنولوجيا هو ده كان الثيم السنة دي، وشفنا تغيرات كتيرة من الريد كاربت اللي ما كانتش مفروشة بالكامل باللون الأحمر زي السنوات اللي فاتت. النجوم وقفوا عليها عشان يعرضوا آخر الابتكارات اللي نفذها المصممين ليهم مخصوص للمناسبة دي، ومعظمها كانت باللونين الأبيض والفضي. وبعدين دخلوا للمتروبوليتن ميوزيوم، وأول محطة من الاحتفال هي مشاهدتهم للأزياء المعروضة لأهم الديزاينرز ضمن ذا مات ميوزيوم، واللي كان الأبرز فيه فستان فرح شانيل مع الكاب اللي صممه جارل لاجرفيلد. وبعدها انتقلوا النجوم والضيوف اللي كانت من ضمنهم السنة دي الملكة رانيا العبدالله والأميرة شارلوت للكوكتيل أريا، اللي تميزت بمجسم معاصر اتعمل من الحرير وب 80 ألف وردة حمراء طبيعية و 200 ألف وردة من الحرير. والمكان ده خلى بيونسي وتايلور سويفت يتقابلوا ويتكلموا مع بعض. المرحلة الثالثة كانت دخولهم للجريت هول، بس قبلها اتصوروا صور تذكارية قدام حيطة ضخمة معمولة من الورود. قاعة الحفل كانت كلها باللون الأبيض، والترابيزات اللي قعدوا عليها النجوم كانت متجهزة بكاستم ديزاين بليتس، والكوبايات كانت من الكريستال، والسنتر بيس كانت شموع وورود اللافندر. وزي ما احنا شايفين المشاهير استمتعوا بوقتهم فرقصوا وغنوا على أغنية ويكند. غير الأحداث دي أكتر حاجة اتكلم عليها الجمهور والصحافة هي الأزياء.